هي لا تستطيع أن تجد حوارا بين الحليب وبين الشعب الجزائري، لا تستطيع أن تجد أي مخاربة بين الجنرالات في طقارة والجنرالات في البليدة، المحبوسين في البليدة. هناك خلل كبير جدا في السياسة الجزائرية، وهناك صراع كبير جدا نشهده في الوسائط الإلكترونية وفي الجرائد وفي الإعلام من هنا، مرة من هنا ومرة من هناك. إذن الإشكال في السلطة الجزائرية أو في القائم المقام أو في المقرر أو الذي يحدد هذه السياسة في الجزائر، هناك خلل كبير جدا في هذا المحور على الأقل في هذه المرحلة. السلطة متولة تبون هذه المرحلة متولة هذه المرحلة. هناك تقهقر كبير جدا في الدبلوماسية الجزائرية، وهناك أخطاء متكررة لا يمكن أن يقوم بها أي حاكم أو أي دبلوماسي استطاع أن يحاول أن يصعد في عملية دبلوماسية اليوم، ولكن هناك أخطاء كبيرة يوميا ترتكب في الجانب الجزائري. ما الذي ستقدمه الجزائر إفريقيا إلى النيجر؟ وقد كذلك ربما أنت وأنا والكثيرون شاهدوا في الإعلام الجزائري أن هناك محاولة وساطة بين الليبيين، ثم أن هناك محاولة اتحاد بين تركيا والجزائر في ليبيا. هاته مجرد تفاهات يقوم بها الإعلام الجزائري أو بعض الدبلوماسيين الجزائريين، يظهر أن الجزائر تعود من الرماد وتعود قوة تستطيع أن تكون مساعد لهذا أو لذاك. للأسف الشديد هناك خلل في الحكم الجزائري، هناك صراع بين كما قلت بين جنرالات طاقارة وبين الجنرالات الموجودين في ليبيا، هناك صراع بيني داخل السلطة في الجزائر وصراع أمني وعسكري. من يحكم بعد مرحلة تبون هذه المرحلة التافهة الآن؟ الجزائر في ورطة. الجزائر يجب أن تعاود لملمة هذه القضايا كلها وأن تعيد صياغة مشروع سياسي، مشروع يمكن للجزائر الافتخار بالسلطة ويمكن للجزائر الاجتماع حول هذه السلطة التي تنبني عليها كل هذه القرارات التي تحاول أن تساعد الآخرين. نحن نتمنى أن تكون هناك سياسة راشدة في الجزائر، قويمة، قائمة على العلم، قائمة على إيديولوجية معينة.